الذي ننشده وننشد نتائجه إنما يحقق نجاحه وتكون له جدواه عندما أولا يلتزم التزاما كاملا بأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا من يعطيه الضمانة ويعطيه المصداقية هي هيئات الرقابة الشرعية. هو كل المؤسسات المالية الإسلامية لديها هيئات للرقابة الشرعية، ولكن الآن الحديث يدور حول إنشاء هيئة وطنية قد تكون نابعة من المجلس الإسلامي الأعلى، لأنه الجهة المخولة دستوريا لإبداء الرأي الشرعي في كل النوازل التي تمس المجتمع وحياة الناس. فربما المجلس الإسلامي الأعلى هناك مشروع لإنشاء لجنة شرعية عليا منبثقة من المجلس الإسلامي الأعلى وتضم الفاعلين في الساحة والخبراء والأساتذة والدكاترة والمختصين والفقهاء. على حسب بنك الجزائر، بنك الجزائر هو اللي يختار مستشار.